السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم في الكوارتي اللي غيمشي في الكابيل. الكابيل غادا تمشي تقريبا الوقت مع الواحده، تقريبا مع الواحده الكابيل رينيو 3 كاتريام كورس بري غاستون ماريي. ديبار قلنا مع 12:40 دقيقه بتوقيت المغرب، تقريبا غدا 14 عود الخوت، 14 عود الخيول اللي هضرنا عليها الخوت، تقريبا اللي نهضروا عليها في المستوى غدا تكون ان شاء الله كاين في البروميير بوطو 10 الخيول، وكاين 4 ديال الدوزيام بوطو في 11 و12 و13 و14، ناخذ عود واحد في الدوزيام بوطو، اللي عنده شي عود اخر غادي يزيدوا الخوت. تنظن العود اللي ممكن يجي هو التريس غالوارد ولا بازل، فرانك لو بلون هو اللي ممكن يجي هنايا، واللي عنده شي عود الخوت راه يزيدوا. انا غادي ناخذ التريس الاونز غانيو تروازيام غانيو والتيران، مي اول خطره غيتروندا ما غاديش ننزل 11، اللي عنده 11 غيزين يلعبوا كنز 13 وانا صافي وغنمشي للبروميير بوطو. البروميير بوطو اول عوده الخوت هو جوج ديال الخيول، تنضن عندي لاباز كاين 10 غاناديلا، تنضن 10 بورا فيكتوار غدا العوده هذا ما غيخسرش ان شاء الله. العود الثاني هو رقم خمسة ركب عليه لانو، وهاد لانو راه ما كيخسرش، ما كيخسرش العود ديالو تقريبا، ما غيخسرش بيه غدا. قلنا 10 وقلنا 5 وغنزيدو العود اللي من موراهم هو رقم 9 غروند ماليس فيليب ماشال. رقم 9 تا هو فيتو، غيطلع في الكوطة العود، غيطلع ديسكالي في ستيام كاتريام نافيام ستيام اوتسايدر، غيطلع في الكوط و غادي نزيدو اخر عود في السيليكسيون ديالنا هو رقم 6 غولدن تيليب. هاد العود الخوت ديسكالي في التيران، كندير سانكيام و كنخرج على البيستا و كنديرو لي اونكيت و حيدو، وكان الأونز هو اللي ربح، أونز هو اللي كان دار غانيو. الأونز كان في البروميير بوطو وكان مديفيري وكان ربح الأونز، وكان سيس كان ديسكاليفا. المهم الخوت غنمشيو لهاد الكورسة ديال سيس غولدن تيليب، وكان ضرب غران إيبيل غانيو غنمشيو ليها ونرجعو. المهم بالنسبه اللي شوفوا لي رونطري، كاين الكات رونطري الخيول ديال نيس كان لو كان العود ماشي رونطري كنا نزيدوه، ولكن الخوت انا ما كنلعبش اللي يشوفوا رونطري، واللي كيلعب جواكر غيلعب اوفري ويلعب. المهم انا كنلعب العود في يدو ما في يدوش. الكات عنده لا رونطري ما نقدرش نحطوه، شهر تقريبا 6 شهور او 7 شهور ما جراش، هما 8 ما قدرش لعبهم. المهم الخوت قلنا 5 و6 و9 و10 و13، هادو هما 5 ديال الخيل، وغناخذ لي واحد جوج خيول في لاسور بريز، حيت الكوارتي كيخسروه، قول صراحة كيخسروه. هاد لاسور بريز نظني من الاولى الدو اولا تو يقدر يدير شي واحد فيهم المفاجأة، لهذا حطيت ديك الاود تو في لاسوربريز. تقريبا 5 ديال الخيل اللي عندنا 5 و6 و9 و10 و13، غادي نمشيو لديك الكورسة ديال 5 ديال على ما اظن غولدن تيليب رقم 6، وكنربحو من رقم 11. غادي نمشيو ليها وغنقلبو فيها الى هي هذه الكورسه. تقريبا كانت عنده لاكازاك بيضه
وكنخرج على البيست. المهم عاود في المستوى ما كاين زعما، تنظن هاد العاود خصو يدخل في لاباز، تنظن خصو يدخل في لاباز الخوت هذا. المهم الخوت ديال الكورسه هو مول الابيض، تنظن ان انا غنوري لكم فين كاين، هو اللي دايز دابا مول الابيض دابا حاليا حاليا حاليا. غادي نشوفو فين هو. غادي نشوفو حاليا، هو كان على الرقم 11، كان غادي على الرقم 11. يعني تقريبا هو هذا. غادي نشوفو شكون هو هذا، واقيلا اللي غادي تنظن غادي غانيو. هو هذا، هو هذا كان غادي على النمرة 11، كان غادي من لي دو برومي، من لي دو برومي. كنعتذر الخوت قيل الصوت ديال سميتو. غادي نشوفو نطلقوه. المهم هذا هو، كان غادي، كانت عندو لاكازا كبيضة، كان غادي دوزيام جولدن تيليبو. تنظن الأونز ديال غدا هو هذا اللي شد الكانيو، يعني كانوا غاديين تقريبا كانيو. وكان خسر، كان خسر، كان جافير فاغانيو، كان جافير فاغانيو. كما كتشوفوا هذا هو اللي كان ربح. جولدن تيليب كان دار كاتريان بلاس، كان دار كاتريان بلاس في الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة. هنا غادي مع الكورسة دابا الخوت، تنظن هو هذا، هو هذا كنخرج على البيست. أنا كان تقريبا كاتيجوري زوينة، هذه كاتيجوري زوينة تقريبا. هو مور الأبيض ولا كيرجع سانكيام، وكان فينا وخرج على البيستا واحد شويه، وكان دار سانكيام بلاس، كان دار سانكيام بلاس، كانوا داروا لي اونكيت. يعني حتى الاخر هاد بغي فيني ساعه لقاهم مشاو عليه، يعني في المستوى، في المستوى، في المستوى. الرقم سانكيام بلاس، وكان كان الاونز كان يور اونز، كان يور اونز. هو كان دار سانكيام بلاس وداروا لي اونكيت وحيدوه. كما غتشوفوا اللي ضرب كانيو هو الاونز، غادي عليهم فيرفا و سيس. انا ما اظن كان دار، كان دار سانكيام وداروا لي اونكيت. اللي هذا تندير مي فيت اتونسيو من هاد العود، هذا مي فيت اتونسيو من سيس دي فيري دي كات اتونسيو من هاد السيس هذا مع الخمسة. المهم اخوتي الخمسة وستة وتسعود والعشرة والتلتاش، خمسة ديال الخيل. مي فيت اتونسيو الخوت من اندو، اندو ممكن شي واحد يقسمهم كاتريان بلاس ولا تروازيان بلاس. المهم هادشي الخوت اللي كاين، تحياتي ليكم وان شاء الله الخوت. انا مور هاد الفيديو غنحط رينيو كامل ديال الكومبين، واخا تياخد الوقت. المهم غادي نهضر له كامل ان شاء الله، اولا غنحط فيديو فقط عادي بالموسيقى ديالو ومع المده الخوت، مع المده رانا نتوفقوا ان شاء الله. ومع السلامه الخوت، مع السلامه.